السلام عليكم. انا اليوم باش نقدم روحي وباش نحكي شويه على لي زيتاب اللي تعديت بها في المرحله الاخرى في البريود هذيا. اسمي وجدي ساكري. الدومين نتاعي توريزم. عملت فورماسيون في الكوزين دوبوي 20 عام تالي. نخدم في دومين لي زوتيلوري. تعديت برشا ايتاب في حياتي من بديت كويزيني لشيف دو بارتي لسو شيف لين وفقني ربي وليت شيف دو كويزين في اوتيل. من طموحاتي ومن اهدافي ديما كنت نحب من طبعي انا بيرسونالمون نحب الهجره نحب الميغراسيون باش نحسن من وضعي وباش نزيد نتعلم ونزيد نشوف برشا حاجات. وتات صاحبي خرج عن طريق بيرو ايميغراسيون اسمه بيان فيني كندا نصحني به. دخلت كي الناس تبعت شفت الباج سالت قلت بوركوا نو علاش لا. جيت للبيرو هنا قدمت الاوراق نتاعي قدمت الشهيد. وجوني هما على حسب البروفيل نتاعي هما اختاروا لي اثنين اللي باش نمشي فيها وننجح وتكون فرصه الخروج نتاعي النسبة نتاع النجاح نتاعها كبيرة. تعديت المرة الأولى ما كنتش فاهم اش معناتها ميغراسيون اش معناتها كندا. بالوقت بديت نفهم كي دخلت في البروسيدور نتاع لي تريتمون نتاع الدوسي نتاعي بديت كل مرة نقدم خطوة نفهم. فهمت برشا حاجات. لأول مرة فرحت قلت سي بون جاني كونترا دو ترافاي أي غدوة شهر آخر باش نخرج اللي هو هذايا معناتها مش صحيح. معناتها الإنسان كي يجي كونترا دو ترافاي يبدا في التريتمون دو دوسي نتاعو اللي هو يكون في تونس لهنا ويبدا يتعدى باليزيتاب اللي هي من بعد الكونترا دو ترافاي هي سيرتيفيكا داكسبتاسيون دو كيبيك ليتود دامباكت سور لي مارشي ايترونجي بعد تلك تستنى الامبلوير يصب لك بيرمي دو ترافاي. هذوما الكل ما نكذبش عليكم ياخذوا شويه وقت مش برشا اما وقت عادي معناها. الحمد لله يا ربي اليوم توفقت وبعثوا لي بار ايميل الفي اف اس قالوا لي سي بون الفيزا حاضره. مشيت خديت الفيزا نتاعي لقيت اوفر باهي باللوجمون بال معناتها بالترونسبور كونترا مزيان على الاخر في دوماني في الكويزين. نحب من النقطه هذه نحب نقدم شكري لبيان فيني كندا ونحب نشجع الناس سواء يجيوا للبيرو هذا ولا بيرو اخر اللي الانسان اللي يحب يطمح ويحب يخرج ويهاجر ويعمل ميغراسيون يحاول ديما ياثرها يحاول يعمل هجره منظمه يبعد عليك الهجره الغير منظمه ويبعد عليك حكايه الحرقه راهي حكايات ما توصلش. انسان يوصل يدفع في 10 ملايين وفي 8 ملايين يحط روحه في باتو يعلم الله شنو باش يسيلو هذا ما نشجعش عليه اي انسان. الحمد لله يا ربي اليوم توفقت ما بقى لي كان ايامات باش نقصد ربي. ان شاء الله بون شانس للي مازال وبون شانس للناس اللي مازالت تستنى في التريتمون دو دوسي نتاعهم. ربي وصلنا اليوم لموريال. بون ثنية كانت طويلة شوية تعبنا. تعدينا على مكتب الهجرة خذينا البرمي دو ترافاي نتاعنا سي بون. الخدمة نتاعنا تستنى فينا حياة جديدة تستنى فينا. إن شاء الله ربي يسهل الجماعة اللي مازالت. كوراج للناس الكل وإن شاء الله الناس الكل تمشي في الثنية هذه. لا مغيب. ما في المكتب.